المنافسة لمن فاتته فرصة الهدف. هدف أول عن طريق ضربة جزاء، يتمكن محسن متولي من وضع الكرة في الشباك وبالتالي يفتتح الأهداف هدف هذا اللقاء. الهدف الثاني أتى من خلال شمس الدين شطيبي، محاولة خاطئة من حارس ليقاف الكرة، ولكن شمس الدين شطيبي كيتمكن من وضع الكرة في الشباك. نفس اللاعب من كرة ثابتة رأسية بديعة يضع الكرة في الشباك في الجولة الثانية، بالتالي يعلن عن انطلاقة مميزة في الجولة الثانية. ورابع الأهداف أتى من خلال الحافظي الذي مرر وعماد التادي، يتمكن من تسجيل هدف ضد مرماه، بالتالي هدف بنيران صديقة. آخر هدف يأتي من جانب عمرو غني السمامي الذي يضع الكرة في الشباك.